واليوم الحمد لله الاجتماع الثاني في النقابة وتم حضور أسماء وزينة الحمد لله، وأن النقابة يعني اللي غتخص المدربين حان في الطريق الصحيح، وأنه البناء ديالها يعني على أسس يعني قانونية صحيحة يعني بخلاف الجمعية في السابق. اليوم المدرب أصبح محترف، وبالتالي خصو واحد النظام اللي يحمي المصالح ديالو اللي يأمن له المستقبل ديالو. وبالتالي فتنظن أن اليوم كان اجتماع شيق مع الأعضاء ديال النقابة اللي حضروا اليوم، وعلى رأسهم السي عز الدين الزكري. وبالتالي فتنظن أنها كانت وغيكونوا اجتماعات يعني مستقبلا، لأنه البداية دائما صعبة، الحضور طبعا دائما تكون أصعب، لأنه ملي تكون عشتي واحد المرحلة طويلة في واحد الوضع، ملي تبغي تعير ذاك الوضع طبعا تيكون صعيب، وهذا الشيء اللي غيكلفنا واحد العمل واحد المجهود جبار باش نحاولوا نوصلوا هذا الميساج هذا للمدربين المغاربة. وعبر القناة ديالكم تنتمنوا أنهم يعرفوا أنه اليوم الوضع ديال المدرب تغير، أصبح احترافي أكثر من السابق، وبالتالي فال يعني انا تنشوفوا على انه اللي يمكن يدافع عليه اكثر واللي عندها القوانين اكثر هي النقابه، وهذا هو التحول اللي بغينا نشوفوه ان شاء الله في المستقبل على مستوى كره القدم الوطنيه. اولا اليوم كان لقاء تواصلي بين مجموعه من المدربين، تخلقات فيه لجنه تواصليه باش تواصل مع مجموعه من المدربين اللي ما استطاعوش اليوم باش يحضروا باش نوسعوا القاعده، في محاولة انتقال من جمعية رياضية إلى نقابة، خاصة أن المدربين كاين مجموعة منهم هم مدربين محترفين، وبالتالي لازم يكون جمعيات نقابية اللي تدافع على الحقوق ديالهم من سانديك من روتريت مجموعة من الأمور من مجموعة من الحقوق اللي مهضومة للمدرب. نتمنى على أننا نتوفقوا في هذا التنقل كما قلنا من جمعية رياضية إلى نقابة اللي احنا في أمس الحاجة إليها اليوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم لموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.